مساء الخير وتحية لكل مشاهدينا وكل محبي الرياضة وكل متتبعي فيوتشر سبورتس. البرنامج الرياضي الأسبوعي عبر تلفزيون مستقبل اللي بيطل معكم كل نهار تنين وكل نهار خميس. نهار التنين بنكون أكيد مشاهدينا مع أبرز الأحداث الرياضية على الساحة المحلية العربية والدولية، ونهار الخميس بنكون أكيد مع قضية رياضية بتهمكم. أنا وزميلي عباس حسن اليوم رح نترافق لنقدم لكم الأخبار مفصلة من تلفزيون مستقبل، والأبرز هو أكيد الدوري اللبناني. عباس، يلي حساباته صارت نوعا ما متقاربة وأكيد صارت مخلوطة الأوراق بالفوتبول. مساء الخير أول شيء لك صبحي ولكل المشاهدين. إذا بدنا نحكي عن المرحلة هيدي السادسة إيابها، منقول هيدي مرحلة التقلبات والمفاجآت الكبيرة، خاصة انه المستفيد الاكبر عم يكون هو فريق النجمة اللي اجى من البعيد كتير لحتى يبتعد بفرق 3 نقاط بالصدارة. تحديدا المفاجآت كانت الاولى بخسارة فريق العهد، خسارة غير متوقعة نهائيا امام فريق التضامسور على ملعب الرئيس شهيد رفيق الحريري بصيدا، والخسارة الثانية كمان اللي كانت غير متوقعة انه فريق المبرة يلي كان عم يتأخر 2-0 بالشوط الاول، 0-2 بالشوط الاول امام الراسينج، عم يرجع يقلب تخلفه الى 3-2، والخسارة الثالثة اللي هي لحقت بفريق الأنصار أمام فريق السلام صغرتة بمباراة صارت على ملعب المرداشية. كل هالمفاجآت خلت الوضع يبقى على ما هو عليه، تجمد الوضع من المركز الثاني للمركز الخامس مثل ما هو بقي، والنجم ابتعد بفارق مريح جدا بالنسبة له، وفي بعد 5 مراحل متبقية قد ممكن نشوف فيها يعني صراع عنيف. يمكن المباراة التضامن والعهد كانت هي ايضا فيها شهدت شغله هيك مثل ما بدك مثل ما بيقولوا فريده هذا الموسم، وهي انه وجود لاول مره حكم سوري اجنبي بهالمباراه. نعم. عباس، كمان بالمحليات قبل ما نبلش بالفوتبول ونغوص بالتفاصيل، مدينه طرابلس يلي مؤخرا للاسف عاصمه الشمال العزيزه على قلوبنا كلنا، العاصمه الثانيه، عاصمه لبنان الثانيه، كانت عم تشهد حدث يمكن رح يوجه انظار الناس يلي سمعت عن طرابلس فقط بالمشاكل والحروب والارهاب، رح تروح على الحضاره وعلى الرقي وعلى المجتمع الطرابلسي يلي باغلبه مثل ما حتشوفوا حاليا بمشاركه عدد كتير كبير من السياسيين من فعاليات مدينه طرابلس. نظم حدث مهم جدا على الدراجات الهوائيه بطرابلس امبارح. خلينا نروح نحن وياكم نشوف كل التفاصيل سوا بهالتقرير المفصل عن هالنهار على الدراجات الهوائيه بطرابلس. نظمت جمعية جرين مايند بالتعاون مع جمعية سوشيال واي وبلدية طرابلس وبلدية المينا يوم على الدراجات الهوائية بايكتون بطرابلس تحت شعار طرابلس مدينة السلام، وأقيم حفل الافتتاح أمام معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي بحضور وزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب الحناوي، ممثل لرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، ووزير العدل اللواء أشرف ريفي، ووزير البيئة محمد المشنوق، ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وزياد ميقاتي ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، والوزير السابق فيصل كرامي، والنواب روبير فاضل وغسان مخيبر ومحمد كبارة، والنائب السابق مصطفى علوش، ورئيس بلدية طرابلس نادر الغزال، العميد بسام أيوبي قائد سرية درغ طرابلس، وعضو اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الدراجات فاتشي زادوريان. وكانت كلمات لرئيس جمعية سوشيال واي وفا فخوري ورئيس جمعية جرين مايند ندى زعرور وللوزير الحناوي يلي اعتبر انه هالحدث المميز نابع من تاريخ وحاضر مدينة طرابلس، وانه الحدث هو خطوة مميزة يؤرخ لعنوان طرابلس مدينة للسلام كما اراد المنظمون. وكمان كان في آراء متعددة لعدد كتير كبير من السياسيين والإعلاميين يلي شاركوا بهالحدث. نحن اليوم سعداء بطرابلس، نبلش بحياتنا الطبيعية جدا بهالحدث الرياضي الكبير، لنقول لكل الناس انه إرادة الحياة بطرابلس أقوى من إرادة الموت، والخطة إن شاء الله رح تنجح، عندها حظوظ عالية جدا، علينا نساهم بإنجاحها وإن شاء الله رح تنجح إذا الله راد. من دواعي السرور والسعادة والاطمئنان انه نشوف هالمشاركة الكثيفة، ونحن من واجباتنا يعني كل ما نشوف حدث من هالنوع ان نكون موجودين ونوقف حدهم، لانه المجتمع المدني واضح في طرابلس انه يرفض كل اعمال العنف والخروج عن الدوله والقانون. المظاهره اليوم هي مظاهره سلميه دعما للقوى الشرعيه، دعما للدوله، دعما للحكومه بالخطه الامنيه ان شاء الله المزمع
يعني تطبيقها في الأيام أو الساعات المقبلة. نحن حدهم دائما في كل ما يقومون به من أجل إن شاء الله وحدة طرابلس واستقرارها. نحن جينا اليوم لأنه وجبنا أن نكون بهالحدث الحضاري اللي عم يعطي الصورة الحقيقية تبع طرابلس، ولأنه الشباب بحاجة لرياضة، هذا المنفس الصحيح والسليم للمشاكل اللي عم بيعيشوها هون. ومنهني كل يلي نظموا هالحدث، وبذكرني اللي عملناه من سنتين وقت عملنا مدينة خالية من السيارات وسكرنا كل المدينة على نهار كامل، وكانوا كل الترابلسية على إجريون وعلى الدراجات وعلى الأحصنة حتى عم بيكونوا بهالمدينة. فأهلا وسهلا فيكم هون، نشكركم على تغطية هالحدث وتنعطي الصورة الحقيقية عن طرابلس. طرابلس ما بتخوف، وطرابلس مدينة السلام مثل ما قالت وفاء خوري. وأنا كتير مبسوطة اليوم أن يكون بهالمدينة، البعض ناطر ساعة انطلاق الخطة الأمنية، نحن ناطرين ساعة انطلاق البايكتون ولحامل 11 كيلومتر، وإن شاء الله بوصل على الآخر. وبدي أشكر كل فعالية طرابلس الموجودين اليوم بهالتظاهرة الحلوة، كتير مثل ما شايفين معنا روبير فاضل اللي وقريفي مع حفظ الألقاب، تقريبا كل فعالية طرابلس موجودين. وشارك بالانطلاق أكثر من 1300 متنافس على دفعتين، علما بأنه دراجة السلام المؤلفة من مقعدين كان على متنها فتاة من جبل محسن وأخرى من باب التبانة. فريق النجمة بيخوض مباراة حاسمة مع فريق مضيفه أو مضيفه الفنجاء العماني بعمان، وذلك بإطار كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الساعة 6 مساء بكرة الثلاثاء بتوقيت بيروت، مثل ما قلنا على ملعب نادي السد ضمن أو ساب ضمن مجموعة تانية من كأس الاتحاد. وكانت غادرت البعثة إلى العمان، وهذه بتذكر أنه المجموعة بتضم أيضا الكويت الكويتي الجيش السوري يلي بيلتقوا الساعة 7 إلى 3 بالكويت. بعثة النجمة كانت وصلت إلى السلطنة وجاءتي من بيروت عبر البحرين بعد سفر مرهق استمر نحو 12 ساعة، ونزلت بإحدى الفنادق هنيك، ولم يتدرب اللاعبين سوى مرة واحدة على ملعب استاد السابي ليتسع ل 12,000 متفرج. وكمان عباس بدوره نادي الصفا اللي عم يعمل مباريات ممتازة بكأس الاتحاد الآسيوي للفوتبول، عم بيواصل استعداداته لمواجهة السويق العماني الساعة 5 نهار الأربعاء على استاد المدينة الرياضية ببيروت بإطار المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس الاتحاد الآسيوي للفوتبول. وكان الصفا فاز ذهابا 1-0 بالمباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب استاد السيب العماني بالعاصمة العمانية مسقط، والهدف سجله علي ناصر الدين، وبيتصدر الصفا المجموعة الأولى بتسع نقاط كاملة من ثلاث مباريات، وعم يتقدم على نادي ذات رأس الأردني يلي معه ست نقاط، ومن بعد السويق ثالث بثلاث نقاط، ورشفان الطجقس ثاني من دون ولا أي نقطة. إلى المرحلة الخامسة إيابا من الدوري اللبناني أو سادسة إيابا من الدوري اللبناني لكرة القدم، النجمي قبل سفره كان عم يطلع إلى طرابلس ليلتقي الاجتماعي الجريح اللي كان خسران أمام الأنصار ببيروت بنتيجة 4-2 بعد ما كان تقدم 2-0 بالشوط الأول. ملعب رشيد كرامي الرئيس الشهيد رشيد كرامي في طرابلس، الجمهور كان 500 متفرج. نيكولاس كوفي رح يفتتح التسجيل لفريق الاجتماعي، النتيجة تصبح 1-0، فريق الاجتماعي وضعه لا يحسد عليه نهائيا، وكانت هالشي بالدقيقة 2. عباس عطوي رح يدرك هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء وتسبب فيها وسام رفاعي من الاجتماع بإعاقته علي حمام، مثل ما عم تشوفوا داخل المنطقة كانت ركلة الجزاء صحيحة، وبالتالي عباس عطوي بسجل. من بعده عبر عطوي النجم حيتقدم من جديد بعد الفرص والمحاولات العديدة يلي لاحت لفريق النجمة من أجل تسجيل هدف، وفرص بالجملة كانت عم تكون فعلا فرص مهمة جدا إلى أن نجح المخضرم عباس عطوي قائد النجمة أن يسجل. حكم المباراة كان سامر السيد قاسم عوان وحسين عيسى وهشام قانصو وعلي سلوم كان حكم رابع. كان قريب فريق النجمة أنه يسجل، وكان فريق قريب تحديدا عباس عطوي أنه يسجل هاتريك بهالمباراة، ولكن بعض التسرع والبعض من الرعونة حاله دون هذا الشيء إلى أن أنقذ مرمي محمد حمود من تسديدة كانت خطرة لفريق الاجتماع الذي يقبع حاليا في المركز الأخير، وهذا عبد الطافح يلي كاد أن يكلف فريقه هدف لولا العناية الإلهية وتدخل المدافعين بآخر لحظة، علما أنه سي الشيخ كان لوحده كان ممكن توصل الكرة ويسجل منها. والإنذارات عبد الناصر حسن ووسام رفاعي
ونيكولاس كوفي حصلوا على بطاقات صفر. منتابع كمان عباس، وبإطار المرحلة 17 من الدوري اللبناني للفوتبول، الملعب بيروت البلدي كان عم يشهد مباراة شباب الساحل وطرابلس نهار السبت. جمهور قليل كان عم يتابع هذا اللقاء على ملعب بيروت البلدي، وبكل تأكيد شباب الساحل يلي أصبح من الفرق هيدي السنة تحديدا رقم صعب جدا، عم بينافس بقوة بين الفرق الخمس الأوائل بقيادة المدرب جمال طه. المباراة يلي كمان عباس شيت بيعرف انه الضغط كتير كبير عليه بنادي شباب الساحل، لانه نادي طرابلس عم يكون فريق عنيد وعم بيحقق مفاجآت نوعا ما خصوصا بمرحلة الإياب. بداية هاللقاء يلي انتهى صبحي مباريات تكتيكية كتير فريق طرابلس، صحيح، وكمان الساحل مع جمال طه عم يلعب بمستوى ممتاز وعم يبرهن جمال هون الهدف الأول بالمباراة يلي عن طريق وليد فتوح بالدقيقة 30، تسديدة ارتطمت بالمدافع محمد صادق وخدعت الحارس ودخلت المرمى. من بعدها شباب الساحل رح ينتظر للدقيقة 90 تحديدا، يعني قبل ثواني قليلة كريست ريمي عم بيعادل للفريق شباب الساحل وعم بيخلي فريقه لجمال طه ما يخسر 3 نقاط ولكن يخسر نقطتين، وبهالوقت المباراة عم تنتهي على ملعب بيروت البلدي بالتعادل 1-1 بواحد من أقوى النسخات ببطولة لبنان للدوري اللبناني لكرة القدم. الصفا والإخاء كانوا عم يتقابلوا على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا، جمهور كتير قليل كان عم يتابع هذا اللقاء، وانتهى الشوط الأول لهالمباراة بالتعادل 1-1، علما أنه كان الإخاء الأهلي عليه قد سجل التسجيل أو قد بكر في التسجيل قبل الصفاء بدقيقة 26. هون ما فيها أي شيء بهذه الكرة، واللي عم تسجل منها الهدف الأول لا فريق الإخاء الأهلي عليه بدقيقة 26 مرمى زياد الصمد بعد خطأ دفاعي واضح نجح أن يستغله دييغو دي أوليفييرا، إلى أن أتت ركلة الجزاء الحكم حسين أبو يحيى بداية أنه أحمد عطوي أعاق تقدم علي نصر الدين. رح نرجع نحن وياكم نشوف أنه علي نصر الدين كان عم يكسر الكرة ورايح على الكرة أعاق تقدمه، فعلا كان في ركلة جزاء واضحة جدا لمصلحة فريق الصفا، ولكن شوفوا أرض الملعب كيف رح تحول دون أنه حارس مرمى فريق الإخاء الأهلي علي يخلص الكرة، لانه ارتطمت باحدى التبات اذا بدكم على الطريقه اللبنانيه بالعشبيه، ومن هنيك حولت الطريقه الى داخل الشباك. حمزه سلامي سجل والكره تنتهي المباراه على اساسها النتيجه النهائيه اذا 1-1. وعباس كمان بمباراه اخذت الكثير من الجدل خصوصا على مكان اقامتها، التضامن سوريا اللي كان عم يعترض على اقامه المباراه نقلها من ملعب صور البلدي على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا، اعتبر هذا الشيء موجه ضده وحقه يلعب على ارضه وبين جمهوره. الهوى اللي كان عنيف وقوي جدا بملعب صيدا البلدي ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري لانه على البحر، يعني هيدي دائما بتكون مشكله. لاحظوا هون رايت الكورنر قديش عم بتكون الهواء عم يلعب فيها بقوه. انطلاقه هالمباراه يمكن قضيه نقل المباراه من صور لصيدا عطت مردود ايجابي جدا على لاعبين تضامن صور يلي قدروا يعملوا مباراه كبيره ويفوزوا 3-0. وسعيد عواضة هو يلي عم بيسجل الهدف الأول، من بعدها كوني عم بيسجل الهدف الثاني بالدقيقة 32، وهيدي كانت كوني عم بيسجل الهدف الثاني، وبالدقيقة 92 يعني قبل نهاية المباراة كوني هون وهيدي التسديدة بيستفيد فيها أكيد من الهوا كمان يلي أعطاها، بس هالهدف يعني صراحة بمرمى العهد الحارس كان فقط متفرج على هيدي الكرة، العهد يلي كان فائد خطورته بهيدي المباراة بشكل واضح، وانتهاء المباراة وفوز التضامن صور على العهد مفاجأة عباس من العيار الثقيل، مفاجأة كبيرة مش بس صغيرة، على كل حال يعني بتصير فريق التضامن، يعني ما بدنا نقلل من قيمته، فريق التضامن بأفضل حالاته، فريق بالإياب تحديدا من زي والإياب ظبط أوضاعه غير أجنبه وهو بيعرف كتير منيح انه ممنوع سقوط الى الدرجه الثانيه، فريق العهد يمكن ما بعرف يعني في ارهاق، في عنده مشكله بصفوفه، عم يتعرض لخساره كبيره كتير، على كل حال الراسينج كان عم يلعب مع المبره وعينه على انه يرجع اكثر واكثر الى الصداره، ولكن
عنده خصم عنيد ايضا هو المبرة يلي عم يحاول ما يرجع يدوق طعم الدرجة الثانية لانه ضاق السنة الماضية وبيعرف قديش هي قاسية على فريق مثل المبرة. الراسينج عم يتقدم وكانوا 2-0 على المبرة بالشوط الاول على ملعب العهد على طريق المطار، ولكن فريق المبرة عم يرجع يقلب تخلفه من 0-2 الى التقدم 3-2. على كل حال هيدا الملعب وجهه خير على المبرة لانه عم يفوز فيه على يعني نقاطه 3-6 باخر مرحله، مراحل الذهاب جابهم من الانصار وجابهم ايضا من شباب الساحل وكانوا نقاط كثير مهمين بمرحله الذهاب. على كل حال كمان الهدف الاول يلي راح ينجح انه يتسجل عن طريق رامي عمار، خطا بمرمي بعد ركنيه، ديريك امبي تطاول لها باللباس الازرق، عم نشوف فريق الراسينج اسماعيل فاضل بدقيقه 59 عم بيقلص او لا هون عم نشوف تسديده ثانيه لسيرج سعيد بدقيقه 38. انتهت المباراه بالشوط الاول بما انها 2-0 لمصلحه فريق الراسينج. ثلاث دقائق سجلوا هدفين 35 و38. من بعدها اسماعيل فاضل بدقيقه 59 رح يقلص النتيجه للمبره، النتيجه تصبح 2-1. وسام نصار بينفذ الركنيه وعلى يسار الحارس تتسجل. من بعدها ايضا علاء بيضوم بدقيقه 64 رح يدرك التعادل داخل الشباك، 2-2 النتيجه تصبح تعادل فريقي الراسينج والمبره. من بعدها ايضا وايضا بيضون بالدقيقة 92 خطأ بين الدفاع وبين الحارس ومين ما بدكم، وفي ركلة جزاء، ركلة جزاء وبطاقة صفراء للحارس. شوفوا هون بالإعادة كيف خطأ واضح بين الدفاع والحارس، استفاد منه اللاعب المبرة يلي راح على الكرة ولكن حصل على ركلة جزاء واضحة كانت، وبالنهاية تتسجل ركلة الجزاء عبر بيضون نفسه يلي سجل هدف التعادل. علاء بيضون بيعطي نقاط 3 كتير مهمة لفريق المبرة، فرحة كبيرة لفريق المبرة للاعبين والمدرب، وهيك بتخلص مثل ما قلنا 3-2 النتيجة. المفاجأة الأكبر بالأسبوع ال 17 من إياب بطولة لبنان للفوتبول كانت الخسارة المفاجأة لنادي الأنصار يلي كان عم بيحل ضيف على نادي السلام زغرتا بالمرديشية بزغرتا، ومفاجأة كبيرة جدا، وجمهور السلام مثل العادي كان كتير. الأنصار يلي راح من بيروت على زغرتا بنفس نهار المباراة ولكن هيدا منه مبرر، والهدف يلي كان عم بيتسجل هدف ملغى هون ولكن هدف صحيح للسلام زغرتا. هون عم نشوف التسديدة طلعت وكان في مدافع مغطى وقتها هيدا المهاجم يلي بقى ما فينا نحكم عليها حتى صبحي، يمكن بس ابعد عباس المهاجم البعيد باخر الشاشه بس برضه لازم واضح نسبيا كان مغطى صحيح، بس لازم لنحكم عليه يكون على قليل الكاميرا على الخط على الخط صح. على كل الاحوال الانصار عم يخسر 1-0 والانصار كان عم يتعرض لضغط كثير كبير، المدافع هون كان عم بيخلص الشوط الاول خلص يمكن لحسن حظ الانصار 0-0 لانه عم نشوف هون السلام صغرت على ارضه يعني هذا اللاعب ابو بكر المل صبحي يلي فعلا كان هو بيضة الابان مثل ما بيقولوا، اول كرة هون كان قريب انه يسجل منها، ثاني كرة شوف يعني نازل بطريقة حلوة انس ابو صالح ليخلص الكرة ولكن لمس الكرة بايده هون ضربة جزاء محققة للسلام 100% واضحة وصريحة واكيد حنشوف هل تسديدة واللاعب السوري احمد الحاج محمد يلي بيسجل بالدقيقة 87 هدف الفوز، فوز غالي جدا لفريق السلام. بدي اذكر بس السلام زغرتا اليوم الاتحاد غرم جمهور السلام ب 3 مليون ليرة بالتعميم اللي صدر بعد ما تم رمي اناني كثير على الملعب، النجمي اول، صفا ثاني، راسينج ثالث، العهد رابع، ساحل خامس، سادس الانصار، سابع هو طرابلس، اخاء الثامن، تاسع تضامن، عاشر سلام، 11 مبرر، اجتماع 12. بس الاشاره الى انه بسبب خوض المباريات كاس اسيا او كاس الاتحاد الاسيوي سيصار الى عدم لعب مباريات الدوري اللبناني لكره القدم الاسبوع على ان تقام مباريات في الاسبوع المقبل او مش هذا اللي جاي بعده بيوم ايام جمعه سبت احد واثنين. بريك صغير ومنتابع.